الشيء اللي لاحظناه انه الاعلام الجزائري في عوض وعي الشعب يدبدب في الشعب. ما كانش يوم يمر وما تقراش في جريدة جزائرية، في قناة تلفزية، في موقع إلكتروني أخبار لا عندها لا أساس لها من الصحة، دعايات وهدفها نشر البلبلة. وقال باش يقول الجزائري شوفوا شو انتم راكم ملاح كي تقولوا انت المغاربه يخرجوا مانيفيستيو، يعني رانا خير منهم كي ما نخرجوش، ياك شو الجزائري راهم عايشين في حاله لا يشوفك فيها. دونك الصحافه الجزائريه تنشر هذه الاكاذيب. شيء اخر ان الصحافه الجزائريه تنشر الفتنه، تزرع الفتنه. عيب الصحفيين مستوى يعني جامعي، باسكو باش تعجب واحد كبران، واحد مستوى كاتريام اني مويان ولا نيفو اردواز، انت صحفي تحب تعجبه؟ لا كونترير، وعيه ما تنطب ما تحلوش، وعيه مهما كان قراد ديالو، وعيه يسمع، ما تمشيش في الطريق الخاطئ ديالو. رمضان رمضان تنشروا في الكذب وتنشروا في الفتنة. والغريب انه في ناس ما همش يخلصوا من عند العصابة، خبزتهم ما هيش مربوطة بالعصابة، ويعملوا هما ثاني على زرع الفتنة وإشعال النيران بين الإخوان. منهم خونا حافظ الدراجي اللي كثر على ما وصاوه، بالرغم من أنه مستقل ماليا ما هوش محتاج، وما هوش ما عندوش طموح سياسي قال يحوس العصابة يعطوه منصب. هذا الشيء اللي قاله لي على كل حال آخر مرة اللي تراسلنا، يقول لي أنا ما عندي حتى طموح، وحتى وإن كان طموح شرعي، ولكن ما يجيش على حساب أنك تطيح بروحك تولي تزرع في الفتنة. جاه رد من عند زميلته تخدم معاه في نفس المؤسسة الإعلامية القطرية. هاي واش تقول؟ نعم، لأنه أنا أتفق معك حفيظ في أنه إحنا بدورنا أن نجمع ولا نفرق، أن نجمع قدر الإمكان، لأنه يعني مش ناقصنا، يعني الأمة للأسف الشديد إحنا نمر ربما بوضع من أسوأ الظروف اللي تعيشها الأمة العربية في العصر الحديث، وبالتالي جميل أن ينصب نشاط كل المؤثرين وليس فقط خديجة وحفيظ، أنه كل الناس اللي عندها تأثير على الرأي العام أن تجمع، أن تسعى لجمع الناس في مشارق الأرض ومغاربها، ومش فقط في العالم العربي، لكن ربما إحنا لكن بعد يقول لك خديجة ولي حتى جذور مغربية، أنا جدتي مغربية وجدتي من أمي من طنجة، والناس جديدة ما نعرفهاش أنا خديجة ما تعرفهاش إذن الآن تعرف هذه المعلومة. على كل حال خديجة ما هيش يعني الدافع تقول ما يلزمش تكون فتنة، هذا واحد يقول ما تكون مشي لأنه جدتها من يمام مغربية، لا كإعلامية واعية تقول لك ما يلزمناش ننشروا الفتنة، نوحد دورنا التوحيد، حتى خلينا خارج السياسة، خارج على كلش. وإذا تحب أنت كمواطن مغاربي تشعر بروحك قوي أمام الشعوب الأخرى، وين راح توجد قوتك؟ توجدها في وحدتك مع
شعب كبار، لانه التونسي والمغربي والجزائري راهو شعب واحد، ما كانش انت شعوب المغرب الكبير، لا، شعب المغرب الكبير شعب واحد، عندنا نفس الالقاب، نفس الاسماء، نفس الرصيد الثقافي، نفس العادات، نفس التقاليد. بعد نسيب واحد يقول لي لا لا هذيك الكومه هي تاعنا تاع المغرب، والاخر يقول لي لا تاع الجزائر، الاخر روح تخرف على روحك، روح تخرف على روحك، واش ديالك وديالي ولا لا. هذا تراث نشترك فيه كلنا، احنا كلنا ولاد تمزغه، كلنا ولاد تمزغه، ارض وحده. الاخر يقول لي المغرب الصحراء الشرقيه، والاخر يقول له وجده تبع علينا، وهاي اذا عندك شيء تسال وروح بديه، ما تبقاش تلغبب كجبان، تحوس السعر في النار. غير كاين اخرين يقول لك من المغاربه يسبوا فينا، انا نقول ماهمش مغاربه اللي يسبوا، انا نقول لك ماهمش مغاربه، هذا الانذار الخاص، اسلام تابعين للنظام الجزائري، حتى هو عنده جنسيه مغربيه، هو مولود في المغرب، ولكن فكريا احد اسلام العصابه الحاكمه في الجزائر، لانه في المغرب عندهم ملك، وها وردنا للمغاربه اللي يسبوا في الجزائر. شوفوه بعد جينا باش يكون خاص بهم.